قلت إن مفيش فنان ما فكرش في الاعتزال لما يحس إنه منسي من المخرجين. إمتى فكرت في الاعتزال أو حسيت إنك منسي؟ لا، ما فكرتش في الاعتزال. حسيت إنك اتنسيت؟ بقى في فترات حسيت الله وأنا اتنسيت فيها. ومرة ده على فكرة صعبة. صعبة طبعا. صعبة، بس ربنا كرمني بحاجة، إن عندي قناعة إن الشغل ده رزق. ما هو رزق. وهيجيلك هيجيلك والله لو حاولت. ايه والفرق بس؟ ايه انك انت هتاخده ازاي؟ دي بقى انت اللي مخير فيها. ده اختيارك. برافو، ده الاختيار. عشان الناس ما يقولوش ايه، لا خلاص يقعد بقى يستنى. لا، هو هيجيلك، بس انت ممكن ما تروحش تاخده. وممكن تاخده بطريقة غلط او مش كويسه، او ممكن تاخده على حساب مضايقة حد، بس هو مكتوب لك انت. وممكن تاخده صح وبالحلال وبالاحترام وبالحلاوة. وهي دي بقى. فكان دي على طول على طول على طول الواحد دايما في نقاش مع نفسه، يعني تعرف. أيوه. اللي بيسموها النفس بالعقليات كمان. اللي زي حضرتك. لا، اول ما ابتدي احس انا اتنسيت ولا ايه، الاقي بقى الردود جايالي. الردود ايه؟ بتاعت الصلاحين التانيين بقى. ايوه، بصراحين بقى كويسين. يا راجل اوعى تقول كده، عيب. انت ناسي اللي ما كنتش بتنام من كتر الشغل. في ايه؟ وايه يعني لو اتنسيت شويه؟ انت فاهمه؟ ايوه. ويقعدوا بقى يفكروني. تلاقي صاصه بقى بيتكلم. لكن الاولانيه دي اللي هي بتاع الاعتزال، انا قلتها دعما لناس يعني ايه حصل لهم كده، يعني حاله نفسيه من قله الشغل. ربنا يرزق الجميع يا رب. يا رب، اللهم امين. فكنت بعمل لهم مداخلات ادعمهم وكده يعني. قناع صلاح عبد الله اسقطه عن نفسه، بطل يستخدمه خالص. العصبيه. كنت بتكشر وبتتعصب؟ لا، العصبيه. مش العصبيه، مش تكشيره بس بقى. عصبيه دي ممكن تبقى انفجار وزعيق وبتاع وكده، او مواقف حاده، يعني انت فاهمه، مواقف حاده. اتقي شر الحليم. اتقي شر الحليم اذا غضب. وكاتب عنها جمله كده، يعني ان البني ادم في حاله الغضب ما يعرفش يفكر كويس وما ياخدش قرار كويس. إيه يعني؟ بنصح حتى حبايبي وكده متابعيني، ما تاخدش قرار وانت غضبان. استنى، يعني الهزاره اللي بتقال ايه، عد من 1 لـ5. حلوه حلو يعني. ده الواحد وهو غضبان لو عرف يعد لـ3 يبقى عبقري. انا بتاع ومناقشه ومع مراتي وهنشد وبتاع. عد من واحد لـ10. عد، افضل عد كده لغايه ما ايه، لغايه ما تهدى. تهدى تهدى. يعني بحاول طبعا. كلنا بنحاول في العصبيه. كلنا بنحاول. بتتعصب يا منى؟ طبعا والله. كلنا بنتعصب، كلنا لينا اللحظه بس انا بقيت اهدى. وبصي بقى يعني. اما تعصبي قوي اجري على اقرب مرايه، او افتح بتاع التليفون ده، الكاميرا اللي هي بتتعمل. أيوة. بيها سيلفي والحاجات دي، وشوفي شكلي. مش مستاهل بقى في كده بقى. بصي ده من قبل ما اتعصب. لا انت ايه، مقالب ولا ايه؟ ايه؟ قول لي مين وقع. اقول لك مين ايه؟ ايه الصوت ده؟ رعد وبرق. طبيعه، صوت الطبيعه. انتوا عاملينها يعني كده؟ ايوه والله. ايوه يعني. ما تخافش، مش مقالب. ما انا ما بحبش. بصي انا ماليش في برامج المقالب. لا، مفيش مقالب. ايوه يا منى. لا مش مقالب. ده وش مقالب طيب؟ وقاعده اقول لك بتعصب وبتاع. يعني هم اللي بيعملوا المقالب وشهم مقالب. لا والله، لا مش مقالب. لا مش مقالب. اكتر واحد ممكن يعني خلاص الرعد ولا ايه؟ خلاص. والمطر هتمطر؟ هتمطر بقى في مرحلة، وبعدين الشمس تطلع. هتمطر على الشياكة دي؟ على الشياكة دي. لا خلاص، مش هنمطر النهاردة عشان الشياكة. قول لي مين قناعه وقع من على وشه وصدمك؟ في كتير يعني، الحمد لله. لا مش كتير قوي. لا مش كتير قوي. كان في لابسين أقنعة معينة وسقطت. أقول لك حاجة؟ بعملهم عادي، يعني أنا مستمر في التعامل معاه، بس مش بنفس الإيه؟ مش بنفس القلب ومش بنفس الله ينور عليك، مش بنفس القلب وبنفس الحماس وبنفس الروح. لو بقيت مضطر تلبس قناع شخص غير صلاح عبد الله، تختار قناع مين؟
قناع مين من الأشخاص يعني؟ من الأشخاص اللي أنا عارفهم؟ ده حلو السؤال ده. نفسك تعمل كده؟ يبص في مواقف معينة هلبس قناع عادل إمام. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.